في سياق آخر، أكد مدير العلاقات العامة بمؤسسة أوريدو رمضان الجزائري أن أوريدو سترافق أرباب العمل وأصحاب المؤسسات في مجال التصدير بخبرتها وتجربتها في مجال التكنولوجيات الحديثة. من جهتها تتعهد أوريدو بوضع تجربتها وخبرتها التكنولوجيتين الدولية تحت تصرف المؤسسات الجزائرية. ففي زمن الرقمنة الراهن في جميع المجالات، تبقى أوريدو في الاستماع لأرباب العمل من أجل مرافقتهم بأفضل الحلول والعروض والخدمات الرقمية، وذلك لمساعدتهم في بلوغ أهدافهم فيما يخص النتائج التجارية والاقتصادية. قبل الختام، أود أن أهنئ مسبقاً باسمي الخاص وباسم أوريدو جميع المؤسسات التي نجحت في افتتاحها جائزة الصادرات في طبعتها 19. هذا التألق هو اعتراف بالمجهودات المتميزة التي بذلتها هذه المؤسسات من أجل التعريف بالمنتوج الجزائري خارج الوطن، وذلك بالرغم من الوضع الاقتصادي والصحي الدولي المتميز.